السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. أنت بتتفرج على سلسلة نمي حصيلتك اللغوية وبنتعلم فيها النطق الصحيح للكلمات، والنهاردة إن شاء الله عندنا Days of the Week، أيام الأسبوع. فتعال ناخد نطق أيام الأسبوع بالأمريكان أكسنت. قبل ما ننتقل للشاشة فأنا عاوز أقول لك على كام حاجة كده صغيرة. أول حاجة إن أيام الأسبوع بتبدأ بكابيتال ليتر، هتبدأها كده بحرف كابيتال. أيام الأسبوع بتاخد حرف الجر on، يعني أنت عاوز تقول مثلا في يوم الأحد فما تقولش in Sunday، أنت بتقول on Sunday، on Sunday. فأنت بتحط قبل أيام الأسبوع حرف الجر on. أيام الأسبوع كلها بتنتهي بالمقطع day، day، والمقطع day بيكون unstressed، ما تضغطش عليه قوي وانت بتقوله. انت هتضغط على المقطع الاول، وهناخد الكلام ده واحنا بننطق الكلمات. اخر حاجة خالص بقى قبل ما ننتقل فعلا للشاشة، ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو لو الفيديو عجبك، ما تنساش انك تعمل سبسكرايب للقناة علشان تشوف الفيديوهات اللي جاية. ويلا بينا ننتقل للشاشة. بصوا هنا مقسم تقسيمة تانية، يعني قالك days of the week وبدأ بمونداي اللي هو يوم الاثنين. احنا ملناش دعوة، احنا اولنا السبت. طيب السبت بالانجليزي، يوم السبت بالانجليزي Saturday. Saturday ايه ده، هو فيها دي. هو بص التي هنا هتكون flap T لانها بين two vowels ال A وال U، فهننطقها ده ده خفيفة كده. يبقى الكلمة دي ثلاث مقاطع، Saturday 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 Saturday، يوم السبت Saturday Saturday Saturday. عاوز تقول في يوم السبت فبتقول on Saturday. خلاص مارسها كتير Saturday. طيب تعال بقى اليوم الحد، هو يوم نطقه سهل جدا، Sunday 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 Sunday. خلي بالك انا بعدي على دي خفيفة قوي، Sunday Sunday Sunday، يوم الحد Sunday. ويوم الاثنين بعد كده هيبقى Monday Monday Monday. هو هنا حرف الأم مش هيكون صوته أوه، يعني مش Monday، لا Monday Monday Monday. تعالى بعد كده ليوم الثلاث. طيب طبعا المقطع Day خلاص ما فيهوش مشكلة، Day. المقطع الأول هنقوله كده Tuesday Tuesday Tuesday. التي اللي في الاول بتكون strong تي، تي قوية ت ت ت، تمام. وبعد كده عندك الصوت او تو، وصوت الوه بعد كده توز توزداي توزداي. الاس هنا نطقتها ز، توزداي توزداي توزداي، يعني مش توزداي نو، توزز توزداي توزداي توزداي، يوم التلات. طيب اللي بيقولوه Tuesday هو مش غلط Tuesday، بس انا برشح لك انك تنطقها Tuesday الافضل، Tuesday Tuesday. تعالى بعد كده ليوم الاربع. اول حاجة الدي سايلنت مش هنطقها، والاس برضو هيكون صوتها ز، فهتبدأ كده when when زي متى، when Wednesday Wednesday Wednesday، تخطفها Wednesday Wednesday. مارس الكلمة دي كتير لأن في ناس كتير بتتلخبط فيها، Wednesday 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 Wednesday. أوكي يوم الخميس هو يوم تراكي شوية في نطقه علشان الث ساوند والره ساوند. هو بص هتبقى Thursday Thursday. خلاص خلي بالك من صوت ال Thursday Thursday Thursday، يبقى مش Thursday علشان خاطري، مش Thursday، لا Thursday Thursday Thursday. برافو عليك Thursday Thursday Thursday. اما الجمعة Friday، ما تنساش ان انا بعلق لساني في الره ساوند، فهتبقى الكلمة Friday 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 Friday. سوبر ممتاز، لو انت بتقول معايا انا مبسوط منك، Friday Friday. طيب تعالى ننطق ايام الاسبوع تاني، Saturday Saturday Sunday Sunday Monday Monday Tuesday
Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday. Thursday, 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 Thursday. Friday, Friday, Friday. There are 7 days of the week. They are Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Thank you for watching. شكرا للمشاهدة. ما تنساش اللايك الجميلة بتاعتك علشان تدعمنا وتساندنا وتشجعنا ان احنا نكمل في السلسلة. نلتقي قريبا جدا ان شاء الله في فيديو جديد. وسلام. Goodbye.